لكل عريس جديد رايح يتجوز، ألف مبروك أولا، وهيمضي على القايمة بعد إذنك. بعد إذنك الفيديو ده مهم ليك، لازم تعرف وانت بتمضي. لو انت قررت تمضي على القايمة، يعني انت هتمضي على ايه؟ يعني ايه قايمة؟ ولو قررت تمضي على القايمة، اعرف الثلاث حاجات اللي اقولك عليهم دول، او اعمل البديل. الاول يعني ايه قايمة؟ القايمة زي وصل الامانة بالظبط، وهي اسمها قايمة ان هي عبارة عن قايمة عفش ومنقولات، كل حاجة في بيتك حتى المعلقة السجادة الستارة بتمضي عليها زي وصل الامانة. طب ايه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتمضي على القايمة؟ ان انت بتمضي ان انت الحاجة كمان اللي انت جايبها، مش زوجتك واهل زوجتك اللي جايبينهم، اللي انت جايبها انت بتمضي عليها ان انت سلمتها على سبيل الامانة. كل حاجة انت جبتها ومن حقها الزوجة تطلب منك القايمة دي في أي وقت، مش لازم يكون في طلاق على فكرة، والعلاقة الزوجية قائمة ممكن تطلبها منك، ولازم أنت تديها لها أو تديها قيمة القايمة فلوس. دي أول حاجة. تاني نقطة، هو ينفع يبقى في حاجة أمانة، حد يديك أمانة وتبقى في حيازتك وفي حيازته هو كمان ويسألك عليها بعدين؟ يعني ينفع أنت تمضي على القايمة وعفش بيتك كله ويبقى في حيازتك انت ومراتك وعيالك؟ ازاي؟ الامانة مفروض تبقى في حيازتك انت وتحافظ عليها وتديها للشخص اللي طلبها منك وقت ما يعوزها، لكن انت كده الحيازة مشتركة وده يعتبر تدليس. طب نقطة كمان، ينفع حاجة لحد مديها لك تشيلها عندك امانة تستخدمها؟ طب ما انتوا تستخدموها انت ومراتك وعيالك والاهل والجيران والاقارب، وفي الاخر وقت ما في مشكلة تطلبها منك وتقول لك اديني الحاجه اللي انا سايبها عندك امانه، اللي انت ممكن تكون جايب نص الحاجه برضو ومضيت عليها ان هي اللي مديها لك. فانت ماضي على وصل امانه، انت بالحيازه مشتركه بينك وبينها وبتطلبها منك في اي وقت. تالت نقطه، ان انتوا بتستخدموها، فده تدليس يا جدعان. فموضوع القايمه ده موضوع كبير ومشكله وعرف سائد بقاله كتير بس غلط، وانت كده كانك قاعد في بيتك زي الضيف. انت حتى المعلقه اللي بتاكل فيها انت ماضي عليها، السجادة اللي ماشي عليها ماضي عليها، وصل امانة. سريرك ممكن يسحبوه منك وانت نايم ويقولك ده امانة هاته، ما انت ماضي عليه، ما تزعلش، انت اللي عملت لنفسك كده. طب خلاص الموضوع، يعني تعمل ايه انت؟ انا قلت اقولك لكل عريس جديد هيمضي على قايمة يبقى عارف الحاجات دي، عايز يمضي بس تبقى فاهم انت ماضي على ايه، عشان بعد كده ما تجيش تزعل وتعيط وتقول الحق. طب ايه البديل؟ البديل يا جدعان ما نعمل زي شريعة اسلامية، ما تدفع مهر وجهز بيتك على قدك، ادفع مهر وجهز بيتك على قدك وهتبقى حاجتك. مش هنضحك على بعض، مش لازم تجيب عفش كتير، مش لازم تجيب سفره ونيش وحاجات محدش بيستخدمها وجهاز كتير عشان هي جابت ولا انت جبت، لا، جهز بيتك راجل على قد امكانياتك، ادفع مهر، حط رجل على رجل، راجل في بيتك. لكن تمضي على قايمه انت ضيف، في وقت الحاجه ممكن تتاخد منك ويزعلك. ولو عندك اي حد هتجوز اكسب فيه ثواب وابعت لي الفيديو ده. السلام عليكم.